اهلا وسهلا بيك عند الشواية. شو يعني شاوي؟ عربي اصيل. ايه نحن عرب. انت شاوي؟ شاوي يعني نص نص. من وين اجت هاي الكلمة؟ يعني من الكرم، يعني عم يشوا غنام وشي هيك، يعني هذه هي شواية. انا عم يشوا كتير، كانوا اول بسموها هلا ما عاد لقوا حق اكل. عندنا غنم وعندنا بقار وعندنا الحمد لله، وضيف اللي جانا ما نتوذى منه والحمد لله. احنا غير الناس. ها عشان تشوفوا انه الشوايا اهل كرم يا جماعه. شو بيميز الشوايا عن غير العالم؟ يعني الحكي. شلونك؟ شلون الدنيا عليك؟ شلون احوالك؟ طمنا عنك، عن حالك، اخبارك. هي يا الشاوي، احنا لهجتنا غريبه اكثر شيء على لهجه العراق. بدل القاف يحطون حرف الجيم. شو في شيء تاني بيميز الشواية؟ بيميزه بحكيهم بلبسهم وكل شيء. لبس الشواية هذا هو جاكيت. أنا حز الدنيا الصيف ماني لابس جاكيت. وهذا مثل العالم، بس يعني تختلف طريقتهم. غير يعني هم العالم بعضها حضر، إحنا يعني نعتبر شواية. هاي الشاوي يعني ما يعرف غير إنه يفلح بالأراضي بس. هاي معنى شاوي، ونعتز بهالكلمة إحنا بعدين. وين المناطق يلي بيقولوا لها شوايا؟ من البغداد الى دير الزور للرقه، هيك شيء الحسكه يعني. في منهم بيقولوا انه اجوا من اليمن، من وادي اسمه وادي الشير. واحنا منطقه الجزيره كنا احنا يقولون شوايا، وانطلقت من عندنا من هناك. الجزيره هم قبائل عربيه يعني معترف عليهم. فلان ابن فلان من القبيله الفلانيه، يعني في ختايريه بيوصلونا لعدنان او قحطان. عبقريه الشوايا. بعدين أولاد القرى وبلاد الريف صارم وزراء وصارم رؤساء جمهوريات وصارم يعني كل شيء، موظفين ومديرين نواحي وصارم كل شيء. أيوة ما ينقصهم الثقافة يعني. شغلة على مستوى يعني كلمة شواية يعني ما هي منقصة من قيمتنا أو مأثرة على شعورنا.